أندي هي شخصية في كل من سلسلة فتال فيوري و كوف هو الأخ الأصغر لتيري بوغار. لقبه الرسمي هو هيومن ويبن. أندي هو واحد من أبناء جيف بوغارد المدبنين. عندما يموت والدهم على يد كيس هوارد، يقرر أندي أن يكمل فنه القتالي الخاص في اليابان ليميز نفسه عن أخيه. خلال الفترة التي قضاها في اليابان، كان يتدرب على فن شيرانوي ريو نينجاتسو. بعد عقد من وفاة جيف، يجتمع مع تيري في ساوث تاون. بعد زيارة لقبر جيف، يقابلان جو ويعرفان عن بطولة كوفي التي يستضيفها كيس. يدخل معهم في محاولة للانتقام لوالدهم، لكنه يخسر قبل أن يصل إلى كيس. عندما هزم تيري كيس، شعر أندي بإحساس بالإحباط وعاد إلى اليابان لمواصلة تدريبه. خلال أحداث فتال فيوري 3، عانى أندي من جرح في الصدر استمرت مناعته طوال السلسلة. بعد مشاركتهم الأولى في بطولة كوف، أقيمت بطولة جديدة، استضافها وولفجان كراوسر هذه المرة. أندي، على الرغم من وجوده في المسابقة، إلا أنه لم ينجز الكثير من النجاح. منذ موت كيس، انهيار ساوث تاون، وولادة ساوث تاون ثانية، كان أندي مشغولاً بتدريب هوكو تومارو من خلال طرق نينجوتسو شيرانوي، بدلاً من القتال في البطولة بنفسه. يرسل تلميذه هوكتومارو في مكانه لمعرفة ما تعلمه مبتدئه. في نهاية البطولة يرسل أندي رسالة تقول أنه لم يعد مدربه وأصبح منافسا له ويعده بأن يلتقي مرة أخرى في المستقبل. عندما تم الإعلان عن بطولة كوف 94 الجديدة، انضم أندي إلى تيري وجوي لتشكيل فريق. ومنذ ذلك الحين، يوافق دائما على مرافقة شقيقه كلما قرر الدخول في بطولة كوف جديدة. بعد مدة من الزمن يبدو أنه يدخل على مضض في البطولات إما ضغط من قبل ماي أو جو. مع القواعد الجديدة في كوف 99 حيث يمكن السماح بتكوين فرق مكونة من 4 أعضاء، انضمت ماي للفريق في كوف 99 وبلوا ماري كوف 2000 و2001 إلى الفريق. في كوف 2003 ترك أندي فريق فتال فيوري ليعتني بتلميذه هوكو تومارو الذي مرض بمرض النكافي، مرض يسبب انتفاخا في الغدة اللعابية. في كوف 2013 ينضم إلى فريقه القديم لإحياء ذكريات الزمن الجميل في سلسلة كوف ماكسيموم أمباكت. لم يرغب أندي في المشاركة وانغمس في التدريب، وهو يعترف بشكل خاص لماي بأنه يشعر أن قدرته القتالية عاجزة ويريد الانتظار لتحدي أخيه. أندي هو رجل هادئ الطباع. يعمل أندي كمراقب ومحلل تحليلي للمباريات. لم يفز بأي شيء على شقيقه الأكبر، ويبدو أنه يعاني من عقدة النقص بسببه. يحترمه كثيرا ويشعر أنه يجب عليه أن يتغلب عليه في يوم من الأيام. كما أنه يحب ماي، لكنه نادرا ما يعبر عنه، لأنه يشعر شخصيا أنه لم ينضج بعد بما فيه الكفاية للتعامل مع الزواج والتدريب في نفس الوقت. يبدو أنه في حيرة من تصرفات ماي تجاهه، لكنه سيبذل قصارى جهده لحمايتها. عادة ما تستخدم علاقتهما لإضفاء جو كوميدي في سلسلة كوف وفتال فيوري.